الحمد لله، الحمد لله المطلع على مظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهله وظنونه، المنفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المبدع لكل منهم في حركاته وسكونه، أحسن كل شيء وخلق، وفتق الأسماع وشق الحلق، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق في أعواده وأصوله، مد الأرض ووضعها، وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم وأطلعها في حدس الليل والنجوم، أنزل القطر وبلغ ذاته، فأنقذ به البدر من اليابس إن قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب، نحن في ظلال هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان، نلتمس منها العبرة والعظة، ونتخلق بأخلاق الصيام، ونعيش سويا في هذه النهارات عن خلق من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي على كل مسلم أن يتحلى به في الصيام، ألا وهو خلق الحياة. أيها الأحباب، الحياة هو الانتصار، فالمسلم لزاما عليه أن يستحي من ربه، وأن يراه حيث أراه، وأن يفتقده حيث نهاه. ونحن في شهر رمضان، شهر تنزل الرحمات من الله تبارك وتعالى، فاحذر أيها المسلم الكريم أن يراك المولى عز وجل على معصية في هذا الشهر الكريم المبارك. إن لم تستحي فاصنع ما جئت، والحياء شعبة من شعب الإيمان، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: استحيوا من الله حق الحياة، فقالوا: إنا لنستحيي والحمد لله يا رسول الله. فانظر ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليت ذاك هو الحياة، وإنما الحياة من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تتذكر الموت والبنى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هذه الجوارح التي منح الله إياها لا بد وأن تجعلها تستحي من الله حق الحياة، فهذا النظر الذي منحك الله إياه لا تجعل هذا النظر ينظر فيما حرم الله تبارك وتعالى، ولكن انظر في كتاب من القرآن الكريم أو في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حياة، فكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من العذراء في حبها، فلزاما علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نستحي من الناس نستحي من الله تبارك وتعالى. هو درب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحياء خلق عظيم لزاما على كل مسلم أن يتصف به امتداءً واقتداءً بصحابة رسول الله رضوان الله عليهم وأرضاهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحياة.
اللهم ارزقنا الحياه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. امين امين. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وقوموا لصلاتكم وارحموا.